بين الغني والفقير طبقة وسطى، يبدو أنها اليوم تسير للزوال في ظل غلاء كل شيء، فارتفاع الأسعار هي الجملة التي يتفق عليها الجميع. هذه الساعة والله غير بنادم يعني ما عنده ما يهدر، وغالي الحال بزاف، غالي الحال، كل شيء راه غالي. واحد قال لي اللي يخلص 3 ملايين 4 ملايين ما كان والو. ايه نقصوا بزاف الامور اللي كنا بكري ناكلوهم، ودروك راهي مع الغلا مع الاخر ما لا غالب الواحد يحبس الا ينقص على روحه اكثر ما يقدر. للوقوف على الوضع اتجهنا لمحل تجاري وحسبنا تكاليف بعض الحاجيات الضروريه. كسكس. الآن بعدما قمنا باقتناء هذه المقتنيات التي تحتاجها العائلة المتوسطة واستغنينا عن عدة أمور مثل الأجبان، التونة، مواد التنظيف وأمور أخرى، سنقوم بحساب ثمن هذه المقتنيات. إذن مشاهدينا، كما لاحظتم هذه المقتنيات التي قد لا تكفي عائلة صغيرة لمدة يومين أو 3 أيام جاءت بمبلغ 5200 دينار جزائري. مقتنيات يعني بسيطة، واستغنينا عن عدة أمور أخرى. التجار بدورهم أكدوا أن الوضع تغير وتراجعت مقتنيات الزبائن بشكل كبير. الغلاء نتاع المحيشة أو شلتوا الغلاء هذا الفاحش، عاد المواطن بكري كان يعمر الشاريو تاعو ولا القفة يعمرها، دوك ما يقدرش يعمرها، يدي غير المواد الأساسية. الكماليات هذه ما يدورش كاع بها، يشري غير المواد الأساسية اللي كما يقولوا يقود بها نفسه. غلاء الأسعار، تراجع كمية المقتنيات والاستغناء عن الكماليات، ثلاثية تميز يوميات العائلات البسيطة، في مشهد يؤكد أن طبقة الوسطى تسير لأن تصبح شيئا من الماضي.